كان أعرابي يجالس الشعبي ويطيل الصمت، فقال له الشعبي يوما: ألا تتكلم؟ فقال: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم. إن حظ المرء في أذنه له، وفي لسانه لغيره. أهلا بكم. ألمانيا تحضر مجموعات يمينية متطرفة من النازيين الجدد، آرت جيمينشافت أو مجتمع الأعراق، مجموعة يمينية متطرفة كانت السلطات الألمانية قد داهمت مقراتها بعد إدانة المجموعة بتهمة العنصرية ومعاداة السامية. العنصرية بألمانيا تهمة جنائية، ولا يسمح بإقامة أحزاب أو مؤسسات عنصرية. الأحزاب اليمينية كحزب البديل صحيح إنها عنصرية بالمضمون، بس فيكن تقولوا وقفة قبل الحد يلي بيؤدي للتجريم أو لحظر هالحزب. مشان هيك الألمان بينظروا لها بعين الريبة، ونجاحاتها المحدودة في زيادة شعبيتها هي نتيجة لما قد يعتبر فشل الحكومة ببعض الملفات، ومنها ملف اللاجئين، لكن ما بتعني من قريب أو بعيد أنه ألمانيا مستعدة تتسامح مع النازيين الجدد أو تتقبل أحزاب عنصرية وتوصلها للحكم. والأيام بيننا. إيران تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار الفتاوى. إذا كانت الفتوى من قبيل لحم الأرنب حرام والأرنب من الحشرات، فما بدها ذكاء اصطناعي، بدها شخص بس بيحب ما بيحب الملوخية، باعتبار أنها الأكلة رقم واحد يلي بتستهلك أرانب. قولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام، عندنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تحرم أكل الأرنب. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة. أنت تتكلم جد؟ هلأ بعيدا عن لحم الأرنب، بالواقع الذكاء الاصطناعي موضوع كبير وقادر يدخل بكل المجالات اللي بتخطر ببالك. فأنا كنت بدي أقول إنه ليش بنبدأ العلم من هون؟ يعني بدك تستخدم الذكاء الاصطناعي، بلش من، يعني بدي كمل بهالاتجاه، بس خطر ببالي أطلب من الذكاء الاصطناعي يعلق على الخبر. فكان هذا تعليقه: ربما سيكون عنوان الفتوى الأولى هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى؟ لا، وحط لي سمايل بالآخر الملعون. لا ينتهي عجب الجي بي تي أبدا. انخفاض التضخم في ألمانيا لأدنى مستوى منذ حرب أوكرانيا. يبدو أنه صار في مقياس جديد للتضخم هو حرب أوكرانيا، وبالتالي ما قبل حرب أوكرانيا وما بعدها. هاي الحرب فعلا كانت نقطة فاصلة بالاقتصاد العالمي، لأن تأثيراتها كانت أكبر حتى من المتوقع. يعني تقريبا كل دول العالم عانت من التضخم بنسب متفاوتة، لكن بطبيعة الحال العالم بيتأقلم بيأمن حاجياته من مصادر أخرى يلي بتكون بالبداية غالية وبتزيد التضخم، وبعدين بتدخل بالمنافسة وبتنزل أسعارها وهكذا. السؤال: هل اعتياد العالم وتأقلمه مع الأزمات اللي سببتها الحرب في أوكرانيا هو بديل عن السعي لإنهاء الحرب؟ يعني أول شيء بتشعر بشناعة الحرب وتأثيراتها بكل المجالات وضرورة إنهائها، لكن بعد فترة بتتعود وبتصير مجرد خبر يومي. فالاعتياد آفة الحروب، أو يعني إنه الحرب ستطول، لا نرجو ذلك. القاضي يرفض توقيف الرجل الذي حطم زجاج 245 سيارة في هامبورغ. للي ما سمع بالقصة من قبل، شاب سوري قام بتحطيم زجاج 245 سيارة بهامبورغ. السبب انه الاخ اوقفته الشرطة وهو يقود بدون رخصة قيادة ألمانية، وسحبت منه المفاتيح، مفاتيح السيارة. فلما رفضت إعادة المفاتيح، قرر معاقبة كل اللي معهن رخصة قيادة، وحمل الشاكوش بيد، ولا ما حمل شيء بالإيد الأخرى، وصار يحط النوافذ السيارات حتى وصل لهالعدد الهائل. وكمان قام حسب الشرطة الألمانية بمهاجمة سيدة عجوز وسرقتها. الشرطة قبضت عليه وأرسلته للقضاء، لكن القاضي قرر إطلاق سراحه. القاضي برر قراره بأنه تحطيم نوافذ كم سيارة يعني لا يبرر توقيف إنسان انتبهوا. أما تهمة السرقة الثابتة بكاميرات مكنة الصرافة، فقال القاضي ليست سبب للتوقيف، لأنه لا توجد أدلة على وجود خطر الهروب. يعني الزلمة رح يتحاكم، ووقت بيصدر القضاء قراره بيبقى بينفذ العقوبة. الحقيقة ما بدي أحكي عن أصل المشكلة ومعاناة الناس بالحصول على شهادة سواقة ألمانية، ولا عن ردة فعل شرطة هامبورغ اللي قالت إنه القضاء عم يمارس الرحمة بدل العدالة، مع أننا كشرطة قمنا بواجبنا، إلا أنه هالشي يجعلنا عاجزين عن الكلام. يلي بدي أقوله هو سياسة التوقيف الاحتياطي يلي موجودة بشدة بمعظم الأنظمة القضائية العربية. يعني التوقيف تحول لعقوبة، لدرجة أنك لما بتقدم إخلاء سبيل تتفاجأ أنه سبب رد الطلب هو عدم كفاية مدة التوقيف. هالكلام بالحقيقة غير قانوني، لأنه يعني أنه مدة التوقيف عقوبة، بينما العقوبة لا تصدر إلا مع القرار النهائي، والتوقيف هو إجراء احترازي فقط.
والأدهى والأمر وجود جرائم لا يجوز إخلاء السبيل فيها. يعني مرة عندي موكل حصلت له على براءة بعد توقيف سنة ونصف، بس المشكلة إنه الجرم الموقوف فيه لا يجوز إخلاء السبيل منه، فبيتناسى القضاء في بلاد العرب أوطاني من الشامي لبغداني إنه توقيف بريء واحد هو أسوأ من إطلاق 1000 مذنب. لا ينتهي عجب شرطة هامبورغ أبدا. جمهورية ناغورني كاراباخ تعلن حل نفسها وفرار نصف سكان المنطقة. بالعام 1992 كنت بزيارة عمل وجولة في دول الاتحاد السوفيتي السابق، وبذكر أنه أقمت بضعة أيام بباكو عاصمة أذربيجان، ونزلت بفندق اسمه دروجبا على ما أذكر، وفجأة قامت الدنيا وقعدت، وهالفندق اكتظ بالنازحين الأذريين القادمين من ناغورني كاراباخ، وكنت أول مرة بسمع فيها. بعدين تبين أنها منطقة من أذربيجان، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي احتلتها أرمينيا، وهالأزمة ظلت لسنوات مصدر قلق بالمنطقة بمد وجزر. لكن بعد التهاء روسيا بحرب أوكرانيا وكانت عم تدعم أرمينيا، أخذت أذربيجان المبادرة واستعادت إقليم ناغورني كاراباخ بالقوة، ويبدو أنه بشكل نهائي. هون منشوف أكثر من درس كيف الاستفادة من المناخ الدولي لحل قضية عالقة، وأنه الحقوق لا ترجع بالمطالبات والمناشدات والتنديد ولا بتحليف الأيمين. والله 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 ما لنا طمعة بأقليم ناغورني كاراباخ، لكن بترجع لما بتمتلك القوة اللازمة لاستعادتها، ولا عزاء لمن يحتفظ بحق الرد أو ينتظر الملء التاسع. بعد عودة السفير الفرنسي من النيجر، ماكرون يؤكد دعمه لبازوم. الكريه ماكرون كره العالم ببازوم، ورغم أنه قال علي الطلاق من شمطاء قصر الإليزي، ما برجع السفير ولا بسحب الجنود من النيجر، إلا أنه رجع السفير وقرر سحب القوات الفرنسية، وقال تصطفلوا أنتم محابين تكافحوا الإرهاب. يذكر أنه وين ما وجدت قوات الكريه ماكرون، يا سبحان الله، بيصير فيه إرهاب وتتوجب مكافحته. قادة انقلاب النيجر قالوا له أنت ارتاح والتفت لأزمتك الداخلية. لا، مو هي الأزمات بشكل عام. يعني قاضي في نيويورك يتهم ترامب بارتكاب أعمال احتيال متكررة. احتيال يا ترامب؟ بعد التشبيح والتزوير وسرقة الوثائق حوالي 30 تهمة تصل للاحتيال. يعني كيف بده يدافع عنك المحامي؟ شو بده يقول؟ يا حضرات المستشارين، انظروا إلى هذا الوجه البريء، هل هذا وجه محتال؟ الاحتيال اللي أضيف لتهم ترامب مؤخرا هو اكتشاف تقديمه تضخيم بشكل صارخ لأصوله المالية والعقارية لشركة منظمة ترامب، حيث زاد قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار في التقارير المالية اللي قدمها للبنوك وشركات التأمين. عنا في قول مأثور تفكروه حديث شريف، ومو مو حديث، هو مجرد قول مأثور بيقول ما جمع أحدكم المال إلا من شح أو حرام. فبعد الفيديو الفضيحة لترامب هو عم يعد بعض الدولارات ورجع نصهم ليتبرع فيهم للكنيسة، واليوم بعد ملاحقته بجرم الاحتيال، يبدو أنه ترامب استخدم الطريقتين الواردتين بهالقول لجمع أمواله، وربما طرق أخرى لا نعلمها بعد. وزيرة بريطانية التمييز ضد المثليين ليس مؤهلا للحصول على اللجوء. هلأ بعيدا عن الخلاف بموضوع المثلية، فكلام وزيرة الداخلية البريطانية قانوني 100%، لأن كثير من الناس حصلوا على اللجوء لهذا السبب، مع أنه قانون اللجوء بيمنحه فقط في حال التعرض للاضطهاد. أما تعرض المثلي للتمييز أو التنمر من البعض، فهذا لا يدخل بالمفهوم القانوني للاضطهاد يلي عناه الأساس التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951. يعني عم تقول أن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد إلى مساعدة أولئك الذين يخشون التحيز. هي هيك عم تقول، ما ناقص إلا تقول بلا ما يا عبقى. والله السيدي دي تكلم كلام زي الفل. مجلس النواب العراقي يطرح قانون الإعدام أو السجن المؤبد للشواذ ويمنع استخدام مصطلح المثلية. لا، ليش هيك يا مجلس النواب العراقي؟ كله لأنه موميكا طلع من جماعة البسكليتات صار فيها الشغل إعدام؟ على فكرة من فترة ليست بالبعيدة جدا كانت القوانين الأوروبية تعاقب بمثل هالعقوبات أو أشد. شو أشد من الإعدام؟ أي نعم، أشد ببريطانيا كانت تعاقب بما هو أشد من الإعدام. بس مو هاد حديثنا. شوف هلأ هون بالعودة لكلام الوزيرة البريطانية بالفقرة السابقة، قانونا صار اسمه اضطهاد، يعني صاروا جماعة الحاتم رشيد بالعراق إذا صدر هالقانون معرضين للاضطهاد، وبيدخلوا تحت مفهوم حق اللجوء بقانون الأمم المتحدة. شفتوا؟ يعني طلعوا على نصف الممتلئ من الكأس. روسيا تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أصلاً أنا مستغرب ليش طالعوها من مجلس حقوق الإنسان.
يعني إذا لم تكن روسيا بمجلس حقوق الإنسان فمن يكون؟ كوريا الشمالية مثلا؟ لا، إذا بدك تقول لي مشان نافالني، الزلمة محكمة حاكمته وكلها 19 سنة بيقضي محكوميته وبيطلع. أما إذا مشان جودكوف هو ما حب يضل معارضة داخلية وطنية وهرب لأوكرانيا. لا تقولوا لي بريغوجين، الزلمة الله يرحمه ويحسن إليه مات موتة ربه بحادث طيارة، وبوتين نفسه عز فيه وشكل لجنة تحقيق بالحادث. صحيح، شو صار بلجنة التحقيق؟ يلا قلها بسعر كل لجان التحقيق اللي قبلها. المنتخب الكويتي لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي آسيا هانغشتو بعد فوز مثير على كوريا الجنوبية. كانت انتشرت قبل فترة هالصورة من مباراة سابقة للمنتخب الكويتي مع منتخب بولندا لكرة اليد. يا عفو الله شو هذا؟ على كل حال يبدو انه فادون التمرين مع قوم عاد وثمود، يعني اللي تمرن مع هدول طبيعي يطلع لنصف النهائي ويجيب البطولة كمان. يذكر انه الصورة للاعب البولندي ماسي جيبالا يلي ناقصه شي 80 سنتي ليصير 3 امتار. ومع تمنياتنا للمنتخب الكويتي بالتغلب على منتخب يأجوج ومأجوج بعد فوزه على منتخب عاد وثمود، بنبقى معكم كل فوخن اندي بأخبار العالم من ألمانيا. دمتم بخير. اي نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. اي نعم.